التاريخ متصل ببعضه والوقت بيعدي دلوقتي، في تغيرات صغيرة بتحصل في كل المجالات. التغيرات دي بعد 20 سنة مثلا هتغير شكل الحضارة الإنسانية بالكامل. علشان كده الناس من 1000 سنة كانت بتعيش بشكل مختلف تماما عن دلوقتي. سنة 1922 وبعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، سورنويل جيكوب رئيس جامعة أوجلثورب في جورجيا لاحظ كمية المعلومات اللي اتعرفت عن الحضارة المصرية ومظاهر الحياة الفرعونية من مجرد مكان واحد محفوظ من العصر ده، ففكر انه يعمل مكان يحفظه للأجيال اللي جاية او اي زوار لكوكبنا العزيز في المستقبل. المكان ده يكون شاهد عن العصر، الثقافة، الفن، العلم، اللبس، ايه اللي وصله البشر في اللحظة دي من التاريخ. سمى المكان The Crypt of Civilization وخصص له مساحة تحت ساحة جامعة أوجلثورب، وابتدى يملاه بحاجات متنوعة من أشهر الملابس بتاعت العصر لأشهر الموسيقى اللي كانت موجودة ومجموعة كبيرة من المايكروفيلمز عليها أشهر الكتب الأدبية زي أعمال شكسبير ودانتي، نسخة من القرآن والإنجيل، تسجيلات صوتية مشهورة لهتلر وستالين. مش كده وبس، لأ ده ساب الأجهزة اللي بتشغل المايكروفيلمز وجنريتر علشان تشغل الأجهزة. الأوضة دي اتقفلت سنة 1940 ومخطط إنها ما تتفتحش قبل سنة 8113، واختار التاريخ ده لأن ساعتها كانوا فاكرين إن بداية التاريخ الفرعوني سنة 4241 قبل الميلاد، يعني فرق 6177 سنة عن بداية إنشاء الغرفة، فقرر إنها ما تتفتحش غير بعد 6177 سنة كمان علشان تبقى سنة 1936 بتعبر عن نص التاريخ بالنسبة للجيل اللي هيفتحها. ودي كانت أول المحاولات اللي بالشكل ده لحفظ جزء من الحضارة الإنسانية في العصر الحديث، وجا بعدها محاولات تانية كتير. ساتلايت كيو، وده قمر صناعي المتوقع أنه يطلع الفضاء سنة 2015، وعليه مجموعة كبيرة من الإيميلز اللي بتتجمع من حول العالم. موضوع تجميع الإيميلات مستمر لغاية نهاية سنة 2014. لو أنت عاوز ممكن تشارك، كل الرسائل اللي هتتبعت ليها مكان على الساتلايت، ممكن تقول اي حاجة انت عاوزها بدون اي رقابة وهتتحط زي ما هي، بس خليك حلو. كمان عليه صور لناس كتير من جميع الجنسيات والاشكال، ونسخة الكترونية من كل الكتب اللي موجودة في مكتبة اسكندرية. الساتلايت هيفضل يلف حوالين الارض لمدة 50,000 سنة. ويستينغ هاوس تايم كابسولز، ودول كابسولتين كل واحدة فيهم على شكل رصاصة، الاثنين مدفونين في حديقة فلاشينج ميدوز في نيويورك، المفروض يفضلوا مدفونين لغاية سنة 6936. بالنسبة للمحتويات فهي مجموعة من المقالات والمايكروفيلمز الموجودة عليها بعض الأبحاث العلمية ورسائل من أهم العلماء اللي كانوا موجودين ساعتها زي أينشتاين. ولكن اللي بيميز دول عن أي تايم كابسول تانية هو The Book of Record، وده كتاب في المكان والمحتويات التفصيلية للكبسولة الأولانية، وله أكتر من 3000 نسخة متوزعة على المتاحف حوالين العالم لتسهيل على جيل سنة 6936 إن هما يوصلوا المكان. مشروع روزيتا، من أهم أهدافه الوصول للروزيتا ديسك، وده ببساطة شبه حجر رشيد بالظبط، بس مش للغة الهيروغليفية بس، لأ لكل اللغات اللي موجودة دلوقتي حتى بعض اللغات اللي قربت تنقرض. المفروض يكون عليه أكتر من 13,000 صفحة بتعرف بكل اللغات، كل ده موجود على قرص حجمه لا يتعدى 3 بوصة. لو عجبتك الفكرة وحبيت تعمل تايم كابسول خاصة بيك، ممكن تدخل على الفيديو ده علشان تتعلم ازاي. ما تنساش تسيب رسالة قبل ما الساتلايت يطلع، اللينك في الديسكريبشن بوكس تحت.